صراحة نفسيا دائما دائما حاول الواحد يحافظ على نفسيته متزنة. كيف الصبر يعني كل شيء يسوي الحمد لله، يعني قامت للحياة لعيالي للدنيا للبيت، يعني لكل شيء. أنا حبيت أبرز كشرطية، فعلا شجعني وايد مديري، وهذا اللي خلاني أصبر وأتحمل فترة العلاج. شغلي معناته حياتي، شغلي معناته شخصيتي، هدفي وجودي كامرأة. والحمد لله، يعني الشغلة أيضا مميزة أنه حتى في العمل عندي كنت ألقى الدعم الجميل، يعني كانوا الجماعة معاي كأخوة وقفوا معاي بطريقة أن عارفين اليوم اللي عزيز زوجته عندها علاج هذا اليوم عزيز ما فيه من العمل فيه. مهما كانت الارتباطات تكون موجودة، كانت دائما الأولوية تي لزوجتي ومن ثم للعمل. الحمد لله رب العالمين، من أول لحظة كان زوجي معاي ما قصر، يعني كان في كل خطوة معاي. طبعا الوحدة لما تكون مصابة بمرض مثل هذا محتاجة كل الدعم من زوجها. كون ان الواحد احيانا ممكن يفكر ويقول ان انا زوجتي مرضت وهذا المرض خبيث، ليش ما اروح اتزوج واحدة ثانية وريح راسي؟ قد تكون فكرة مثل هذه يعني هي القاتلة او هي القاضية على الزوجة اكثر من المرض نفسه. أولادي طبعا كانوا يعني يحسوا فيه أنه لما أكون مريضة مثلا أو يعني مع أنهم صغار وهيك، بس ماما حبيبتي إيش بدك، فكانوا كتير يعني سبورت بصراحة، وكانوا كتير معي. إحنا توقعنا أن أمي يعني في انهيار تام، بس تفاجأنا أن إحنا انهرنا وأمي قوتنا. أنا أروح عندهم خاطر الخوف قلبي هاي تادلي، وأشوف عيالهم وأعرسهم إن شاء الله، أعرس هذا ولدي إن شاء الله يخاطبة الحرمة. تعرفين أن هاي الأم هي لو يشوف من أول يوم ربته وكبرته وحملته في 9 شهور. عيالي كانوا الحمد لله وايد متفهمين وضعي، كانوا الحمد لله يعني وايد يمسكوا ايدي يساعدوني اقوم، لاني امر بمرحله يعني حتى مرات ما اقدر اقوم من الفراش، فالحمد لله كانوا وايد يعني معاي حتى ياكلوني. يقاموا بيساعدوني المستشفى، ودوني ويجيبوني وهم وريالهم وعيالهم، يعني اروح وياهم يروحون وياي عيالهم لاخذ كيماوي. يعني اتوقع ان عيالي كان شو اسوي لهم، ما ادري كيف اطلب لهم ان شاء الله الصحه والعافيه. الكيماوي يمنع انتشار المرض في الجسم كله. هذه واحدة من أصعب مراحل العلاج، لأن الجرعة هذه تخليها تحس بتعب كبير وشديد جدا. كنت أقول حق زوجي ما أريد، بس قال لي لا، أنت زوجة أنت أم، نحن ما يعني نحن نريدش. ومع كل جلسة نفس الكلام كان يتكرر، وكانت ترجع تقول خلاص أنا ما بروح ما بستمر. اللي أخذته يكفي، خلاص العمر اللي عشته يكفيني. كنت أقولها طيب أنت مش مضطرة تروحين مرة ثانية، خلينا بس نخلص من هذه وإن شاء الله خير. I told my husband what's wrong with my baby because every time I had my chemo he will stop kicking. So I was frightened. الكيماوي لا يؤثر على الجنين. أرلين اتحملت الكيماوي يمكن بصورة أقوى من الست العادية. وعيالهم هادرين شجعونيني. مرة هي كانت تأخذ إبرة الكيماوي، فأنا كنت قاعدة أحضنها، قلت لها كانت تتألم هي من إبرة، قلت لها هذا يمكن ما يزمزم. قلت إن شاء الله ما يزمزم. بعدين هي عادي صبرت وما حست إنه يألمها ولا شيء. What about children? What's going to happen with that? And then you get the yes, that's something that we have to discuss as well. They told me about this new procedure, in vitro maturation, where it would
it helps young cancer patients. I mean, that's one of the targets, and it allows you to freeze eggs. And so in case the chemo affects you in the future and you become infertile, you can go back and hopefully get pregnant. And the success rate has been pretty good. So I have that option, because I do want to have kids, lots of them. I shouldn't say that out loud. لما أنا شفت أرلين ودخلت عندي على المكتب بعد الكيماوي كانت بتضحك وماسكة هالبيبي بين إيديها وأكيد المناعة شيتها الأد عالية إنه إن شاء الله رح تعيش حياة طبيعية طويلة وما يرد عليها المرض هذا أبدا. It answers to my question that yes, I made the right decision. He's my little boy. كتير حياتي تغيرت بعد المرض، صرت كتير كتير أقوى، زي ما بقولوا إنه سوبر وومن يعني. فأي مشكلة هلأ يعني عم تجيني، شو المشكلة الكبيرة يعني، أي مشكلة مهما كانت كبيرة بقدر إنه يعني بكل بساطة عم بأخذها، لأني أنا تعرضت لمرحلة وعلى فترة كتير كتير كانت صعبة وأصعب من كل شيء هلأ ممكن يجيني يعني. كانت بشارة أول يعني ما توقف تتكلم قدام الناس. سبحان الله يعني من تجربتي استفدت شو أن يعني زدت جرأة الحمد لله. بدأت عقب كذي تعطي محاضرات في توعية عن سرطان الثدي وتجربتها هي. يعني كيف ممكن نفيد غيرنا يعني بيمر في نفس تجربتنا. المرض هذا خلاها أقوى مما كانت في السابق، صارت تعرف دورها في المجتمع أكثر من مجرد زوجة أو أم، وافتخر فيها بشكل أكثر من ذي سابق الحمد لله. أتمنى إنه قصتي هاي تكون تعطي بصيص أمل لكل الناس المصابين بمرض السرطان، وتشجع الناس اللي هم خايفين من إنهم يعملوا فحص أو يروحوا عند الدكتور. أفضل نصيحة طبعاً كل ما كان اكتشاف المرض مبكر كل ما كان العلاج أسهل. نصيحتي لكل الحريم، افحصوا نفسكم، لا تتريوا حد إنكم تصابوا أو أحد من أهلكم يصاب عشان الوحدة تصحى وتبدأ تفحص نفسها، لأن فعلاً الوقاية خير من العلاج. أولاً المرض مش عيب، ثانياً ما حد يختار أنه يكون مريض، الواحد لازم يتثقف ويعرف يفهم يعني هالمرض عدو، ولازم الواحد يفهم عدوه. I advise them not to terminate their pregnancy. I want them to consider me as their inspiration because I have my angel right now and I'm enjoying every second of it. هالتجربة علمتني أني أكون يعني جريئة، أغامر شوي في حياتي، أجرب أشياء جديدة. الحياة يعني فرصة ولازم أستغلها صح.